أهلا بكم في تواصل.com والبداية مع أحداث العراق على منصات التواصل الاجتماعي. ذو المعتقلين في السجون الحكومية يشكون الظلم الذي تعرضوا له في شهادات حصرية لمرصد آفاد. مرصد آفاد يعمل على حملة لكشف أحوال السجناء وبث شهادات حصرية لذوي المعتقلين. دعونا نتابع هذا المقطع الأول. أخذكم من بغداد أم كرار، عندي زوجي وأولادي ثلاثتهم مفقودين من 2017. زوجي مريض بغدد سرطانية، رحنا علاج للموصل. ب 2017 أخذوا زوجي وأولادي اثنين، واحد 99 والثاني 2001، ونطالب الكاظمي أن نشوف ولدنا وين. صار لي 4 سنين أدور عليهم وماكو أي أثر عنهم، ورحم الله والديكم. أريد أسمع صوتي. اعتقلوا 2 من أبنائها عام 2010 وقالوا لها سنرجعهم خلال نصف ساعة، وما زالوا معتقلين لغاية الآن. دعونا نتعرف على قصة هذه الأم المكلومة بولديها على لسانها شهادة أخرى رصدها مرصد آفاد الحقوقي، فلنتابع. والله يا ابني، والله ولدي أبرياء ومظلومين، والله صار لهم 11 سنة بالسجن وهم أبرياء ومظلومين. يا عيني يا ابني، المن نشتكي؟ المن وين نروح؟ وين احنا امهاتكم يما؟ ليش يجي تسوون بينا؟ ليش اللي دا يصير بينا ولدنا أبرياء كلهم ومظلومين؟ والله يا ابني اعتقلوهم، الولدي ودوهم المطار المثنى 3 أشهر يدقون عليهم أنواع التعذيب، ما خلوا تعذيب ما عذبوهم. والله والله العظيم، واحد طفهم عينه واحدة هسه ما يشوف بيها، واحد مشلعين سنونه. وبعدين حكموهم سنة 2015 حكموهم اعدام. على شنو؟ ما عدهم لا شاهد لا مشتكي، ولا عدهم اي جريمة قتل ولا خطف ولا كل شيء، عدهم اي جريمة ما عدهم. والله العظيم، واكو اوراق تثبت هذه على اقوال مخبر سري. شهادات مؤلمة وحزينة جدا. طبعا عبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن سخطهم من استمرار ملف المعتقلين الأبرياء داخل السجون الحكومية في العراق منذ سنوات دون أي حلول تذكر، وسط عجز الجهات القضائية والتشريعية عن مصارحة الشعب بالغايات السياسية والإقليمية الخبيثة من استمرار هذا الظلم. وطلب المغردون عبر وسم السجون العراقية المنظمات الإنسانية والدولية بإنهاء معاناة عشرات الآلاف من الأبرياء القابعين في سجون الحكومة منذ عام 2003 بجريرة المخبر السري وبدوافع طائفية وانتقامية وأخرى لابتزاز المواطنين من أجل دفع رشا دون أوامر قضائية أو تحقيقات نزيهة، وسط معاناة عوائل المعتقلين الذين يأسوا من ضمير حي ينصف حقوق أبنائهم. دعونا نتابع بعضا من التغريدات على منصة تويتر. إياد العناز الكاتب العراقي قال، والمحلل قال، السجون العراقية الاختفاء القسري طال الآلاف من أبناء الشعب العراقي على يد العديد من الميليشيات جريمة ضد الإنسانية تمت بعدة مراحل من الاعتقال والاختطاف والاحتجاز والتعذيب وقتل الضحية وإخفاء الجثة، ويكون القتل سريا وإخفاء القاتل والفاعل الأساسي وانعدام الوقائع في تقديم الأدلة. زياد السنجري الصحفي العراقي قال، المعتقلون في السجون العراقية من أخطر الملفات الإنسانية، هنا تنتهي الطائفية أو القومية أو المذهبية، هنا ملف إنساني فقط، من يقف مع المظلومين الأبرياء اليوم بكلمة أو حرف فأجره على الله، وسننتظر أبناء الوطن بكل مكوناتهم، وسننتظر كل المنظمات الإنسانية أن تأخذ دورها. الصحفي العراقي عثمان المختار غرد وقال، يوافق الحديث عن السجون العراقية مع ذكرى فضيحة سجن الجذرية 2005، عثر على عشرات العراقيين بسجن يديره باقر صولاغ، تم ثقب أجساد بعضهم بالدريل وقتل آخرين بالتعذيب.
أقر الناطق باسم الخارجية الأمريكية آنذاك آدم إيرلي بجريمة تعذيب 173 سجينا ودعا الجعفري للتحقيق، وما زال التعذيب مستمرا. سرمد أكرم الإعلام العراقي غرد وقال: المهندس جاسم صديقي من أيام الإعدادية بعد فترة طويلة من الغياب عاد من خلال الفيس، سألته عن أحواله فاجأني، كان معتقلا لسنوات بسبب المخبر السري، هو وأخيه دفع كل ما يملك ليخرج لأولاده وزوجته. جاسم توفي قبل أيام بمرض القلب والضغط والسكري الذي ورثه من السجن، رحمه الله السجون العراقية. نذهب إلى ملف آخر، حيث صرحت نائبة ماجدة التميمي وأشادت بقانون جرائم المعلوماتية وأيدت التصويت عليه لحماية كما قالت هيبة الدولة. طبعا انتقد ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي موقف النائبة ماجدة التميمي عن كتلة السائرون التابعة للتيار الصدري أثناء مداخلة لها في جلسة البرلمان الحالي، تحدثت فيها عن تأييدها لإقرار قانون جرائم المعلوماتية المثير للجدل، والذي تحاول جهات سياسية تمريره لتقييد حرية التعبير عن الرأي وتصفية الآراء السياسية المعارضة والناقدين لعمل الحكومة وأحزاب السلطة الفاسدة. دعونا نتابع المقطع، مقطع النائبة التميمي. حقيقة هذا القانون يرجع هيبة الدولة، وأيضا هناك موازنة بين الحفاظ على هيبة الدولة وحريات الأفراد والمحافظة على الخصوصية. احنا مو ضد الآراء، لا أبدا، بالعكس، كل دول العالم عندها قوانين تحافظ على هيبة الدولة وتحفظ أنه الفرد ممكن أن يقدم رأيه، لكن يقدم رأيه بشكل محترم وبوثائق. لا يجوز كيل الاتهامات دون وثائق للآخرين. وهنا أتساءل، للذين يدافعون عن الصفحات الوهمية، اللي ينشئ صفحة وهمية شنو نيته؟ لماذا يكون شبحاً؟ لماذا يختار أن يكون شبحاً؟ إذا كان هو يقدم رأيه محترم وبالوثائق، إذن النية مبيتة. حينما ينشئ صفحات وهمية ويدافعون عنها بقوة، إذن هناك نية مبيتة لإسقاط هيبة الدولة واختراق خصوصية الأفراد، وهذا لا يجوز. هيبة الدولة، هناك لو تحدثنا عن الفاسدين، هناك آلاف من الوثائق والمستندات التي تثبت فساد وزراء ونواب ومسؤولين في الدولة، لماذا لم تتم محاسبتهم لحفظ هيبة الدولة؟ طبعا العراقيون على منصات التواصل الاجتماعي انتقدوا هذا التصريح. دعونا نقرأ بعض من التعليقات على منصة فيسبوك. حسين الساعدي قال: ليش صفحة مال صالح العراقي مو وهمية؟ ليش ما تروحين تحكي له هالحكي لو جاي على الفقير؟ يتساءل. إسماعيل قال: هذا القانون راح يكون حائط صد لقذارتكم وأعمالكم المشبوهة كما قال، وسرقتكم للمال العام. مصطفى علي قال: والله حاسبين نفسكم دولة شلة حرامية وتفكرون بس بمناصبكم. علي قال: هاي يا دولة تحكين عنها، الناس تخاف منكم ومن أحزابكم اللي تقتل للشباب. موقف محرج لعنصر أمن في القوات الحكومية، وهو يؤدي قفزة الثقة كما تسمى، وانتقالات لأداء المؤسسات العسكرية بعد عام 2003، حيث أثارت قفزة الثقة المحرجة لأحد عناصر القوات الحكومية حفيظة الأوساط الشعبية والمتابعين على منصات التواصل الاجتماعي بسبب التراجع الملحوظ في عمل ومهنية المؤسسة العسكرية التي تديرها أحزاب السلطة بعد العام 2003،
حيث باتت تفتقر لأدنى مقومات المهنية والتفاني الوطني والعسكري في التدريب والتعامل مع المواطن وعدم كبح جماح الميليشيات التي تهيمن على الملف الأمني في البلاد وإبعادها للضباط الأكفاء الذين كانوا يقودون أقوى جيوش المنطقة قبل دخول الاحتلال الأمريكي للعراق. دعونا نتابع هذه القفزة. طبعا العراقيون تفاعلوا حول هذا المقطع وانتقدوا، ومنهم من علق وقال: أمير قال بربكم هذا يصير ضابط ويحمي المواطنين، بس هي ذول الاشكولات الحكم والسلطة. سيف علق وقال: جهل بجهل، أصلا ولا إلى علاقة بالحروب ولا العسكرية. زين الموسوي قال: كل هذا الضيم وتعب والسهر ويجيك واحد من رب الله يقعد من النوم ب 11 الظهر يرزلك ويهينك. صبا قالت: المفروض هذا يتحاسب، شلون هيك يدفع؟ صار عليه شيء مو يقعد عشاير. نذهب إلى موضوع آخر. معتصمو الاختصاصات الهندسية يواصلون تظاهراتهم قرب مبنى الشركة العامة لسكك الحديد في العاصمة بغداد. أعطوا المعتصمين حقهم، واسم تم تداوله لخريجي الجامعات من كافة الاختصاصات في العراق على منصات التواصل الاجتماعي، تأكيدا على تمسكهم بحقهم في التوظيف وتوفير فرص العمل لهم بعد مرور عدة شهور على اعتصامهم المفتوح قرب المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد. دعونا نتابع جانبا من تظاهرات خريجي الهندسة في العاصمة بغداد. انت منو؟ انت منو؟ انت منو؟ انت منو؟ انت منو؟ انت منو؟ خريج الجامعة. دعونا نتابع بعضا من التغريدات تحت وسم أعطوا المعتصمين حقهم. منتظر علي قال: هؤلاء الشباب العزل يطالبون بحقهم في فرص العمل والتعيين خدمة لبلادهم، كفاكم تهميش وتسويف، أعطوا المعتصمين حقهم. آلاء قالت: إلى متى يستمر هذا الظلم؟ تحملنا حرارة الشمس وبرد الجو والأمطار من أجل العيش بكرامة. مسر من بذل عشرات السنين في العلم والدراسة لا تخيفه عصيكم الكهربائية، فقد صقلتنا الظروف الصعبة والعقبات واجتزناها بجدارة. فارس غرد وقال: أسوأ مشهد ممكن تشوفه هو في بوابة 5 قرب جسر المعلق، تهديد واعتقال وهدم الخيم من النايلون، الاعتداء على المعتصمين من خريجي الهندسة والإدارة واقتصاد والقانون ومختلف الاختصاصات. هل هذه الحماية التي تعهد بها رئيس الوزراء للخريجين؟ يتساءل. أعطوا المعتصمين حقهم. والآن نذهب إلى فقرة أنت ترى. بعد يوم واحد من افتتاحه تم إغلاق جسر المسيب القديم في محافظة بابل بسبب وجود تشققات فيه. طبعا تفاجأ المواطنون في قضاء المسيب بغلق جسر المسيب القديم بعد افتتاحه بيوم واحد، وأبدوا استغرابهم
واستهجانهم وغضبهم لهذا الأمر، مع العلم بأنه تم صرف مبلغ كبير نحو 150 مليار دينار على الجسر. هذا المقطع وصلنا عبر خدمة أنت ترى التي توفرها قناة الرافدين لمشاهديها الأعزاء. دعونا نتابع هذا المقطع. يعني اليوم احنا قالوا الصبح يفتحون الجسر، جو للجسر عبرت عليه السيارات انفتح وقلنا خير ان شاء الله واستبشرنا خير بافتتاح الجسر، ولا بعد ساعة لاحظنا انه اكو فطر بالجسر وردوا وسدوه. زين انا اسأل سؤال، اسأل المهندس المقيم، اسأل الناس القائمين على الجسر، انتم مو مهنيين؟ مو انتم ناس تقولون احنا معماريين؟ زين هو جسر هالقدوت اذا ما عرفت تصينوه وصارت بيه عيوب ورا الافتتاح، شلون راح تبنون بلد؟ يا معود جبنا تشكودي جينا ما شغل الجسر مفطور، هاي شنو هاي؟ ادري ما وين المتابعه مال المسؤولين بعد؟ وين قايم مقام؟ وين مدير بلديه؟ وين ذولي؟ هذا الجسر صار له سنتين مسدود، ما ادري سنه هي سوى بيه نص خامس خمطوع عمي، ترى ماكو هيك بس مسوي هيك عمي. ها شوف اكو جسر مفطور ورا شو اسمه؟ ميسج والله ميسج. الحقيقه اللي شفناه من العمل المخزي في جسر المسيب هو انفطار الجسر وزعزعته والمبالغ الطائلة اللي تم انفاقها مو بس على جسر المسيب، على جميع المشاريع. اليوم حقيقة هذا بيان موحد عن الكل، راح تكون هناك خلال 48 ساعة مظاهرات في حال لم يتم رفع هذه المشاريع للنزاهة. خلال الساعات المقبلة سنتوجه للادعاء العام لرفع دعوة على المشاريع وبالأخص جسر مدينة المسيب، وسيكون لنا موقف موحد خلال الأيام المقبلة. ايش اكو هذا؟ قبل قبل تبع الفطر قبل باشر هيك هيك مكانه وبعدين سيله. انتشر على منصات التواصل الاجتماعي فيديو على أنه يظهر قطاراً يشحن دبابات الجيش المغربي باتجاه الصحراء المغربية، لكن المقطع في الحقيقة مصور في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2005 ولا يمت بصلة إلى المواجهات الأخيرة بين الجيش المغربي وجبهة البوليساريو. طبعاً يوم أمس عرضنا كذلك مقطع مشابه لهذا المقطع يعود للعام 2015، دعونا نتابع هذا المقطع المزيف. البريد الإلكتروني لقناة الرافدين رسالة جاء فيها، نقرأ هذه الرسالة. السلام عليكم، نناشد حضرتكم بإيصال صوتنا صوت الحق، فنحن معتصمي العلاوي من خريجي الإدارة والاقتصاد نطالب من الجهات المعنية النظر لنا كفئة خريجي شهادات عليا وليس بالهين، ندرس ونجتهد دون أي رد لكل هذا التعب.
اجتهدنا لسنوات، هل نستحق كهذا إهمال؟ أين أهمية الشهادة إذن معتصمو الإدارة والاقتصاد بوابة رقم 9؟ والآن نذهب إلى الهاشتاج. عبر ناشطون وحقوقيون في منصة تويتر عن رفضهم لقانون الجرائم المعلوماتية الذي يرم البرلمان الحالي التصويت عليه وفق مزاج أحزاب السلطة الفاسدة التي تعمل على قمع الحريات ومصادرة آراء الكتاب والمدونين والناشطين على منصات التواصل الاجتماعي بعد سلسلة الفضائح المستمرة لسرقاتهم وجرائمهم طوال السنين الماضية. وصف المدونون هذا القانون بأنه قامع للحرية على وسم قانون قامع للحرية، في إشارة إلى رفضهم القاطع لمحاولات تمريره والتصويت عليه وإدخال البلاد في منعطف خطير قد يتسبب بنشوء نظام ديكتاتوري قمعي تهيمن عليه أحزاب المحاصصة الطائفية. دعونا نتابع بعضا من التغريدات على منصة تويتر تحت هذا الوسم. المحامي محمد جمعة قال: قانون الجرائم الإلكترونية هدفه الرئيس حماية الطبقة السياسية من هجمات المدونين والتواصل الاجتماعي. الدليل عقوبة السب والشتم سنتين حبس وعقوبة الابتزاز الإلكتروني الأخطر 3 سنوات فقط، حيث أنهم يتعرضون للسب وليس للابتزاز، لذا لا يعنيهم. زهراء تمرير: قانون الجرائم المعلوماتية يعني راح يصير قانون محترم يقدرون يسجنون أي أحد ينتقد تاج راسهم. حسن ثجيل هاشم قال: لا أحد يحب قيوده ولو كانت من ذهب. حوراء غررت وقالت: إني لا أعجب من الذي يظن الحياة شيئا والحرية شيئا آخر، ولا يريد أن يقتنع بأن الحرية هي المقوم الأول للحياة، ولا حياة إلا بالحرية، قانون قامع للحرية. والآن نذهب إلى القصص المنوعة. مصور فلسطيني يكشف عن مشاهد مبهرة من أعماق بحر غزة. دعونا نتابع قصة هذا المصور الغواص من قطاع غزة مع تقرير لموقع أنا العربي. التصوير هذا في الخارج بحاجة إلى مخرجين وكوادر وكاميرات كبيرة، وبالإضافة إلى أكسجين وكثير من المعدات الخاصة بالتصوير لازم تكون متوفرة حتى الواحد يطلع صورة بجودة جيدة. للأسف اليوم صار لي سنة ونصف تقريباً على هذا الحال بوسائل متواضعة جداً، حتى أحياناً بزعانف ممزقة بنظارة بسيطة بقوم بعملية التصوير، نتج عنها إنجازات جيدة كثير. المشاهد هذه مهمة جداً لأنه طول الفترة السابقة كانت مطموسة غير مرئية، فأنا اليوم بظهرها للعالم. كانت إلها وقعها على الجمهور المحلي لأنه الناس هان في قطاع غزة أكثر من 99% منهم ما بيعرفوا شيء عن التركيب الداخلي لهذا المسطح المائي. الاحتلال بيمنع دخول مواد الغوص، وإحنا بنناشد المؤسسات الدولية أو الناس المعنيين إنهم يدخلوا معدات الغوص. مشاهد جميلة، ومع هذا التقرير نصل إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين. شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.